ما يقوم به أفراد شرطة مطار هوارب مدين الآن هي عملية مراقبة وتسهيل حركة مرور الوافدين على أرض الوطن، خاصة والتدابير المخففة للنظام الصحي المطبقة على المسافرين على مستوى نقاط الدخول. الحمد لله سهل، المهمة سهلة بزاف، سواء في التذاكر مام نحو داروا نحونا لو تيست تاع انتيجيني كذاك بيان، نحونا حاجة مليحة بزاف باسكو سي ديفيسيل بين الخدمة تاعنا وبعد 36 تاع لي بابي وتروح للمطار اون فامي دوكا ولا الحمد لله. يا خويا الحمد لله، المسافر كي يسافر ما يكونش تعبان ما يتعبش وعنده الكوراج باش يسافر، والحمد لله يعني الحمد لله. هما قالوا لنا يعني احترموا لي ميزور تاع الكوفيد، بقاو ديما محترمين لا ديستونس هذيك والاجراءات اللازمه. فوالا، وحنا لازم نحترموا بعضنا ولازم نريسبكت سا. تدابير صحيه مخففه تم اتخاذها خصيصا للوافدين واجراءات مست العديد من الوثائق كانت في وقت مضى يجب على المعني بالدخول استظهارها كاختبار المضادات الجينيه. بالنسبه للمسافرين القادمين الى التراب الوطني تم الغاء اجراء اختبار المضادات الحيويه لونتيجينيك مع الإبقاء على شرط استظهار جواز تلقيح لأقل من 9 أشهر. أما بالنسبة للمسافرين الغير ملقحين فعليهم استظهار كشف سلبي للPCR لأقل من 72 ساعة. صحيح أن فيه إجراءات تسهيلية للمعنيين بالدخول إلى أرض الوطن، لكن أخذ الحيط والحذر واجب تفاديا لأي إصابات بوباء كورونا.